الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. حياكم الله تبارك وتعالى جميعا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما بدأنا وعلى إتمام هذا المشروع المبارك، مشروع شرح الشاطبية في القراءات السبع. ووصلنا إلى باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وهذا الباب يجد فيه بعض طلبة العلم أو بعض طلبة القراءات صعوبة، ولكن هو يسير إذا استوعبه الطالب وفهمه واستوعب الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، فسنأتي عليها. وكما قلت تحتاج تركيزا كما باقي أبواب الشاطبية. قلنا الأصول مهمة جدا لطالب القراءات، فإذا لم يضبط هذه الأصول ضبطا صحيحا فإن مسيرته في القراءات ستكون شاقة وستكون معوجة، فيجب أن يضبط أصول القراءات ضبطا صحيحا حتى تكون مسيرته بإذن الله مستقيمة. فنشرع بعون الله في باب وقف حمزة وهشام على الهمز. الناظم رحمه الله قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. قال: وحمزة عند الوقف. حمزة رحمه الله هو العمدة في هذا الباب، فمعظم القواعد ستكون لحمزة، وهشام يتبعه في بعضها، فلذلك ذكره باسمه لأنه هو المعتمد في هذا الباب. وقد ذكر الناظم سابقا قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، كما في باب الإدغام الكبير. قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. وهنا هذا الباب العمدة فيه ورش، عفوا حمزة، ويتبعه هشام في الهمز المتطرف. فقال: وحمزة عند الوقف. فإذا عملنا كله حال الوقف، حال الوقف. وصلا كل هذا، هذه القواعد التي ستمر عليها ليس لها أي أثر، ولكن عند الوقف هنا ما سنتدارسه. عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. فهنا وسط الكلمة آخر الكلمة، إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. الناظم قسم لك الأبيات، فأتاك بالحالة الأولى حينما تكون الهمزة ساكنة وقبلها متحرك. الحالة الثانية: الهمزة متحركة وقبلها ساكن. بالعكس، الحالة الثالثة: الهمزة متحركة وقبلها متحرك. فسنشرع في الحالة الأولى، الهمزة الساكنة وقبلها متحرك، فلذلك قال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا. أبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. فإذا إذا كانت الهمزة ساكنة ومن قبله تحريكه قد تنزلا، فإذا ما قبلها متحرك. هذه الحالة الأولى التي سنشرع بها إن شاء الله. فإذا قال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا، وهذا يصدق هنا ويصدق هنا. مثلا لقوله تعالى: المؤمنون. المؤمنون الهمزة ساكنة والميم متحركة، فأبدله عنه حرف مد
مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. فإذا الحكم الإبدال. إبدال ماذا؟ إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فإذا نقول المؤمنون. إذا قلت جئت، أيضا تنطبق عليه القاعدة، فأبدله عنه حرف مد مسكنا الهمزة ومن قبله تحريكه محرك. فإذا نقرأ جيت، أيضا شئت، شيت. في آخر الكلمة إن نشأ ننزل عليه، أيضا ساكن متحرك ما قبله، فإذا نقف عليها إن نشأ، نقف عليها حرف مد إن نشأ. أيضا إذا كان هذا هنا السكون أصليا، إذا كان السكون عارضا عما يتساءلون عن النبأ، إذا وقفنا على النبأ، عن النبأ، عن النبأ، فإذا إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك ووقف عليها حمزة فإنه يبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فإذا كان ما قبلها مضموما أبدلت واوا، وإذا كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياء، وإذا كان مفتوحا أبدلت ألفا. الحالة الثانية التي ذكرناها إذا كانت الهمزة متحركة وما قبلها ساكن، فلذلك قال الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسكته حتى يرجع اللفظ أسهلا. يعني إذا كان الهمزة متحركة وقبلها ساكن، مثال يسألون، يسألون همزة متحركة وقبلها حرف ساكن. قال وحرك به ما قبله متسكنا، فإذا الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن، فإذا حرك به ما قبله يسا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا فتصبح يسمون، يسمون. إذا قلت مسؤولا، مسؤولا، حرك به ما قبله، فإذا الحركة تعود إلى الحرف الذي قبله وأسقطه فتصبح مسؤولا، مسؤولة. مثلا إذا كانت في آخر الكلمة الخبأ، الخبأ، حرك به ما قبله متسكنا الخبأ وأسقطه الخبأ، لكن نحن نتعامل مع حمزة حال الوقف، فإذا نقف الخبأ، لكن هذا السكون عارض وليس سكونا أصليا، لأن أصلها أن حركة الباء الفتحة التي انتقلت إليها من الهمز. مثلا المرئي، أيضا الحركة إلى ما قبلها الراء وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا المرئي، واضح؟ فإذا إذا كان الهمزة متحركة وما قبلها ساكن فإن حمزة يقف عليها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. أيضا قد يكون الساكن الذي قبلها ليس صحيحا، قد يكون حرف لين، يعني مثلا سوآتهما،
الحال واحد سوآتهما حتى إذا استيأس الرسل استيأس نعم. أيضا إذا كان حرف مد فلما رأوه زلفة سيئت حركة الهمزة الفتحة إلى الساكن قبلها وأسقطه تصبح سيئت فلما رأوه زلفة سيئت، يعني سواء كان الساكن الذي قبلها صحيحا أو كان حرف لين أو كان حرف مد فالحال في ذلك واحد. فإذا حتى نربط الأمور قبل أن نتشعب أكثر، حمزة عند الوقف إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها متحرك فإن حمزة يبدلها حرف مد. الحال الثاني الهمزة متحركة وما قبلها ساكن فإن حمزة ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويسقط الهمزة، يسقطها حتى يرجع اللفظ أسهل. إلى الآن الأمور إن شاء الله يسيرة. البيت الذي بعده قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى. سوى أنه، لماذا سوى هذا الاستثناء؟ قلنا الساكن قد يكون صحيحا وقد يكون حرف لين وقد يكون حرف مد، لكن استثنى فقال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. الهمزة قبلها ألف قسمان، متوسطة متطرفة. قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، يعني الملائكة. عندي الآن همز وقبله ألف، ما العمل؟ قال بما أن الهمزة متوسطة يسهله، فإذا الملائكة الملائكة. طبعا يصح الوجهان القصر والطول كما قال في أبيات سابقة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عادلا، وهنا قال ويقصر أو يمضي على المد أطولا. فإذا إذا كانت الهمزة متوسطة وقبلها حرف ألف فإن حمزة يسهل هذه الهمزة. مثلا إذا قلنا أبناء أنا نساء أنا، ما الحكم في هذه؟ كيف يقف حمزة عليها؟ يسهله مهما توسط مدخلا. فإذا أبناءنا نساءنا. ثم قال ويبدله مهما تطرف مثله، مثل إذا أتت الهمزة متطرفة مثل النساء السماء، فقال هنا في هذه الحالة يبدله. يبدل ماذا؟ يبدل الهمزة حرف مد أو يبدل الهمزة ألفا. فإذا إذا أتت الهمزة متطرفة فإن حمزة يبدلها ألفا. الآن عندنا النساء حرف مد وأبدلنا الهمزة ألفا صار عندي ألفان. والعرب في هذه والرواية هي رواية حمزة عليه أنهم إما أن يحذفوا أحدهما لالتقاء الساكنين فتبقى ألف واحدة، فنقول السماء حركتان
أو أن يبقوا الألفين. السماء ألفين يعني أربع حركات، كل ألف حركتان. السماء، أو أن يضعوا بين الألف الأولى والألف الثانية ألفا للفصل بينهما فتصبح ثلاث ألفات أي ست حركات. السماء. فإذا إما أن يحذفوا ألفا لالتقاء الساكنين فتمد بمقدار حركتين، أو أن يبقوا الألفين على حالها فيمدون بمقدار أربع حركات، أو أن يدخلوا ألفا بينهما للفصل فتصبح ثلاث ألفات أي ست حركات. فإذا إذا وقف فتقول من السماء من السماء من السماء، ثلاثة أوجه لحمزة في همز المتطرف إذا سبق بألف، وسيأتي معنا أوجه أخرى إذا كانت الهمزة مفتوحة مضمومة أو مكسورة، سيأتي معنا في أبيات أخرى. فإذا إذا كانت متوسطة ففيها التسهيل، وفي المد عندي القصر أو الطول، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. في الهمزة المتطرفة الإبدال، ويتأتى معها القصر والتوسط والإشباع. ثم قال الناظم رحمه الله، قال ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل أو يفصلا. قال الناظم إذا أتت الواو، الواو والياء زائدتين أي ليستا من أصل الكلمة. مثال قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه الواو زائدة ليست من أصل الكلمة، أصل الكلمة قر أو قر، وهذه الواو للجمع فإذا ليست من أصل الكلمة. فإذا قال يدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. فإذا قروء يبدل فيه الواو فتصبح قروب، واوان واو وواو مبدلا فإذا تصبح قروب إذا زيدتا، إذا كانتا زائدتين. أما إذا كانتا غير زائدتين فهناك أوجه أخرى، يتأتى الإدغام لكن هناك أوجه أخرى. إذا زيدتا مثل قول الله عز وجل خطيئته هنيئة مريئة، هذه كلها ياءات زائدة ليست من أصل الكلمة. فإذا قال يدغم، يدغم فيه الواو والياء مبدلة، فإذا يقف خطيئته هنيا مريا، وهكذا فيما شابهها. طيب ثم قال الناظم رحمه الله، قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. يسمع بعد الضم والكسر همزه لدى فتحه، وهذه يعني يسيرة. فالحركات إذا قلنا فتحة فتحة فتحة، ويأتي بعدها فتحة ضم كسرة، هذه الحالة الأولى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ضم ضم ضم، يأتي بعدها فتح ضم كسر، سبعة ثمانية تسعة كسر كسر كسر، ويأتي بعدها فتح
ضم كسر. هذه الحالات الحركات لا تتعداها وهي 9 أنواع. قال يسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. يعني إذا بعد الكسر لدى فتحه، يعني بعد الكسر مفتوح، أي حالة؟ عندنا هاي الحالة. والضم همزه لدى فتحه، فإذا مضموم بعد مفتوح أيضا هاي الحالة. قال لدى فتحه ياء وواوا محولا. فإذا في هذه الأحوال حتى يعني أضبط لكم القاعدة، مررنا بالقاعدة الأولى وهي إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك قلنا تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. الحالة الثانية إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وتسقط الهمزة. الحالة الثالثة إذا كان الحرفان متحركين، الهمزة متحركة والحرف الذي قبلها متحرك، فهي لا تتعدى هذه الحالات 9. فيقول لك حمزة إذا أتت الهمزة مفتوحة وقبلها ضم أو كسر فإن حمزة يبدل هذه الهمزة، يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وبالمثال يتضح المقال. قال وفي غير هذا بين بين. فإذا حالة 2 3 4 5 6 7 بين بين، يعني تسهيل في هذه الحالات 7، تسهيل في هذه الحالتين فقط إبدال. وبالمثال يتضح المقال، يقول الله عز وجل يؤاخذ، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. أيضا يؤلف، هنا ضم وبعده فتح، يؤلف ضم وبعده فتح. هنا مثال، قال مثال فئة لئلا، أيضا كسر وبعده فتح، لا الكسر وبعده فتح. فإذا إذا أتت الهمزة مفتوحة وقبلها ضم أو كسر فالحكم إبدال، فيقف ولو يواخذ، يولف، ليلا، فيا، ميا، وغيرها من الأمثلة المشابهة. فإذا ضبط هذه القاعدة مهم، ضبط هذه القاعدة مهم. إذا أتت الهمزة متحركة وما قبلها متحرك ففي هاتين الحالتين إبدال، وفي غير هذا بين بين، في غيرها تسهيل، في غيرها تسهيل. يعني مثال إذا قلت لك سئل، سئل في أي قاعدة هنا؟ سئل، ما الحكم حين الوقف؟ سئل، سئل عفوا، بالتسهيل، بالتسهيل. وإذا قلت سأل، سأل، إذا أردت أن أقف على سأل لحمزة سأل، في هذه القاعدة سأل، وغيرها الأمثلة الكثيرة المنتشرة في القرآن. فإذا قبل أن تقل إلى القاعدة التي أخرى، إذا كانت الهمزة ساكنة قبلها متحرك فإن حمزة يبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إذا كانت الحركة همزة متحركة وقبلها ساكن فإن حمزة ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويسقط الهمزة. إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها متحرك فإذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقت بضم أو كسر فالحكم إبدال، وفي غيرها تسهيل بين بين. أردت أن أبسط لكم قدر المستطاع حتى تستوعبوا القاعدة الأساسية،
ثم نتطرق إلى الفروع، وإن شاء الله قد تسهل الأمر. قال: وفيها مثل هذا بين وبين، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يعني كل القواعد التي ذكرناها لحمزة ما ذكرناه له في المتوسط، لا في وسط الكلمة لا شيء لهشام فيه، وما ذكرناه له للمتطرف فلهشام كما لحمزة، لهشام كما لحمزة، إلا في اختلافات يسيرة سترد معنا إن شاء الله. قال الناظم: وريا، بقوله تعالى وريا. ما القاعدة هنا لحمزة إذا أراد أن يقف؟ ذكرناها القاعدة الأولى، ساكن قبلها متحرك. فإذا حمزة يبدل، قاعدة الأساسية أنه يبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فإذا تصبح ري يا. فما الحكم هنا؟ اجتمع عندي يا آن، اجتمع عندي يا آن، ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة، فإما أن أقرأ ريا أو ريا على إظهاره وادغامه. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعض بكسر الهاء ياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم. ثم قال الناظم: في قول الله عز وجل أنبئهم، القاعدة الأساسية لحمزة ماذا يفعل بها به الهمزة؟ طبعا الآن أنتم تجيبون أنفسكم، إبدال، لأنها ساكنة وما قبلها متحرك، فإذا تصبح أنبيهم. فقال: وبعض بكسر الهاء ياء تحول كقولك أنبيهم، يعني تصبح أنبيهم ونبيهم. ومثال آخر: طيب نكتفي بهذين المثالين، أنبيهم ونبيهم. فإذا وقفت لحمزة على هذه الكلمة وأشباهها، فإما أن تقف أنبيهم ونبيهم أو أنبيهم ونبيهم، وكلا الوجهين صحيحان مقروء بهما. طيب الآن تقريبا انتهت قواعد حمزة في الوقف على الهمز، انتهت القواعد. الآن نتطرق إلى الفروع، بعض المسائل المتعلقة بحمزة. فقال: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. نحن ذكرنا ما ذكرنا من الأنواع والأوجه القياسية، ما يتعلق بالقياس وليس بالرسم. يعني مثلا حين قلنا السماء، قلنا فيها ثلاثة أوجه: السماء السماء السماء. لكن إذا قلنا تلقاء، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. تلقاء رسمت هكذا. فإذا قلت ما القاعدة في حمزة لهذه، لا أستطيع أن أقول كهذه. قياسا لها ثلاثة أوجه: تلقاء تلقاء تلقى، ثلاثة أوجه. لكن بما أنها رسمت على ياء فأيضا له في الرسم أيضا أوجه، أيضا أوجه، فإنه يبدل الهمزة حرف مد: تلقاء تلقاي تلقاي. يعني في قول الله عز وجل: قالوا تالله تفتأ
تاءو كيف يقف عليها؟ إما أن يقف تفتى على القياس أو تفتو على الرسم. فالمذاهب الأوجه الأولى هي الأوجه القياسية. الآن أوجه الرسم إذا رسمت على واو: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إما أن يقف العلماء على القياس أو أن يقف العلماء على الرسم، وسيرد معنا ما يلحق بذلك من أوجه جراء إبدالها واوا. نحن أبناء، إما أن يقف أبناء أو أبناء، وفي أشباهها مما رسم على واو أو رسم على ياء. ثم قال الناظم رحمه الله: قال ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. لخفش رحمه الله إمام من أئمة اللغة وإمام من أئمة القراءات، له أوجه صحيحة بعضها مقروء به، وهو قال الأخفش قال الضم بعد الكسر والكسر بعد الضم، فقال والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. إذا ما رجعنا إلى القاعدة، القاعدة ماذا قلنا؟ قلنا وفي غير هذا بين بين، يعني في قلنا فقط الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها مفتوح أو مضموم إبدال، وفي غير هذا بين بين تسهيل. لكن الأخفش قال في الضم بعد الكسر وفي الكسر بعد الضم أيضا عندي إبدال، فأضاف حالتين أخريين. فمثل الضم بعد الكسر، طيب سوين، نعم مثال، إذا قلنا كس ضم قبله كسر أو ضم وبعده كسر، الأخفش على أوجه حمزة التي ذكرنا هي تسهيل، الأخفش قال يضاف إليها الإبدال، فأقول سويلو وأقول سنقريك سنقريك. أضاف هذين إلى الحالتين عند حمزة. وكما قلنا الأخفش هو إمام أيضا من أئمة اللغة ومن أئمة القراءات، فقال بهذين الوجهين: ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه، فأضاف هذين الوجهين، فإما التسهيل أو الإبدال. ثم قال الناظم: ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا. أعضلا يعني أتى بأمر معضل. الناظم يقول منهم من قال بأنك تسهل الهمزة لكن من جنس حركة ما قبلها، يعني مثلا سنقرئك تقول سنقريك تسهلها بالكسر لأن الراء قبلها مكسورة، أو سئلوا تقول سهولوا سهولوا. قال ومن حكى فيهما كليا وكالواوي أعضلا أتى بأمر معضل، أولا ليس مقروءا به وليس وجها صحيحا، وهو أيضا وجه ثقيل وركيك. فإذا نبقى على هاتين الحالتين عند الأخفش، أيضا ذكر هذين الوجهين. ثم قال الناظم رحمه الله: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا. ومستهزئون
مستهزئون من الكلمات التي لم تكن الهمزة فيها على واو أو على ألف أو على نبرة، لم تكن بمكان. مستهزئون تجدونها في القرآن ليست نبرة وليست على واو وليست على ألف، مثلها مثل فمالئونا ليواطئوا. فقال ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. هلا اذا ما اتينا الى قواعد ورش حمزه عفوا، ماذا له في هذه؟ همزه متحركه وقبلها متحرك، فاذا له فيه التسهيل، وفي غير هذا بين بين، فله الوجه الاول التسهيل، والوجه الثاني والذي ذكره الأخفش الإبدال. فإذا الإبدال. الوجه الثالث قال ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، فإذا تقول الحذف. فإذا في مستهزئون فمالئون لواطئ، وفي أشباهها التسهيل والإبدال والحذف. فإما أن تقول مستهزئون أو مستهزئون أو مستهزون، فماليون فماليون فمالون، لواطئوا لواطئوا لواطوا، وفي أشباهها من القرآن. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، في كل ما أتى من نظائرها في القرآن. ثم قال الناظم رحمه الله وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. الناظم الآن ذكر لنا حكم الهمزة المتطرفة وحكم الهمزة المتوسطة. وحكم الهمزة الابتدائية قال لنا هذه ليس فيها شيء، فليس لحمزة في الهمزة الابتدائية شيء. قال إلا ما كان مرتبطا بزائد. مثال إذا قال بأنفسهم، الهمزة بأنفسهم هذه همزة ابتدائية، يعني ليس لحمزة فيها شيء، لكن قال وما فيه يلفى يوجد واسطا بزوائد، فهذه ارتبطت بزائد فأصبحت في نظر بعضهم متوسطة وليست ابتدائية. وما فيه يلفى واسطا بزوائد، يعني مثل أيضا ها أنتم هؤلاء لأنفسهم بأعدائكم، كل هذا قد ارتبط بزوائد، فقال دخلنا عليه فيه وجهان، في وجهان أعملا. الوجه الأول التحقيق على بابها لأنها همزة ابتدائية ليس فيها شيء، والوجه الثاني التغيير، التغيير إن كانت ساكنة مثلا إذا قلت وأمر وامر أو تسهيل، أو التسهيل بأنفسهم بأعدائكم، فإما التغيير أو التحقيق فيها الوجهان. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان يعملا. الزوائد التي ذكرها الناظم قال كما ها، فإذا قلت هؤلاء ها أنتم، إذا وقفت على ها أنتم ها أنتم ها أنتم، واللام والباء وغيرها، يعني هو لم يحصر الزوائد في هذه وإنما ذكرها على سبيل المثال للحصر، والزوائد كثيرة في القرآن. ولامات تعريف لمن قد تأمل،
ثم قال الناظم رحمه الله: وأشمم ورم في ما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. قال وأشمم ورم، ويعني ذكر أن القارئ مخير بين الإتيان بالإشمام أو الإتيان بالروم، فقال وأشمم ورم في غير فيما سوى متبدل، يعني حينما ذكرنا قول الله عز وجل يشاء، قلنا لحمزة سوى أنه بعد ما ألف جرى ويبدله مهما تطرف مثله، فإذا أبدل، وقلنا إما مع التوسط أو الإشباع أو القصر، لكن قال وأشمم ورم، فأنت تستطيع أن تأتيها بالإشمام وتستطيع أن تأتيها بالروم، فإذا كانت مثلا يشاء فتسهل وتقول يشاء مع القصر أو مع الطول، يشاء يشاء. من أين أتينا القصر والطول؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا، فإذا تقول يشاء يشاء. مثلا إذا قلت لكم فيها دفء في الوقف لورش لحمزة تسقط الهمزة، دفء دفء، إذا وقفت دف، لكن تستطيع أن ترم فتقول دف، أو تشم فتقول دف. مثلا شيء لحمزة الإسقاط، وسيأتي معنا الإدغام، فتقول شيء بالروم شيء، وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. فإذا أنت مخير بالإشمام ومخير بالروم. ثم قال الناظم: وما واو نصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملا. الناظم ذكر في أبيات سابقة أن الواو إذا زيدت إذا كانت زائدتين فقال ويدغم، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل، فإذا قال إذا كانت زائدتين إدغام، أما إذا لم تكن زائدتين فقلنا إسقاط مع القصر والتوسط والطول. فإذا قلنا مثلا السوء، هذه واو أصلية وليست زائدة، فله السوء، وقال وما واو نصلي تسكن قبله أو اليافع عن بعض بالإدغام حملا، فإذا السوء 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 السوء. شيء أيضا شيء شيء، الإدغام أيضا له هذا الوجه، وأيضا يتبع به الروم السوء، لنفرض السوء 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 السوء. شيء 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 شيء. فإذا إذا كانت الواو أصلية فإذا يتبع أيضا به الإدغام بالواو وبالياء. ثم قال وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. مثال يشاء الذي مر معنا، يشاء يشاء. وقال الناظم في البيت الأخير: ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغلا. من لم يرم، يعني لا في السوء ولا في يشاء ولا في، لم يرم واعتد محضا سكونه و
وألحق مفتوحا. فإذا حالتين، واحد منع الروم، ثانية جعل الروم في الفتح وألقى الحق مفتوحا، جعل الروم في الفتح. يعني مثلا شاء، تقول شاء لحمزة، شاء شاء ثلاثة أوجه، لكن ليس فيها روم، ليس فيها روم في الفتح. فقال من لم يروم منع الروم واعتد محضا سكونه، وألحق مفتوحا أمر ثاني جعل الروم في الفتح. يعني هؤلاء فريقان، فريق منع الروم، فريق ألحق الروم حتى في الفتح. قال فقد شذ موغلا، لأنك أتيت بأوجه لم يقرأ بها. فمنع الروم أنت منعت وجها مقروءا به، وجها صحيحا مقروءا به. إلحاق الروم بالفتح أنت أتيت بوجه لم يقرأ، وجه صحيح غير مقروء به، فقد شذ أي ابتعد. فهذه القراءة غير صحيحة، غير صحيحة، لا ينبغي أن تقرأ. فينبغي أن يقرأ ما جاءت به الرواية وصحت به. ثم قال الناظم في البيت الأخير وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كل ما اسود اليلا. قال وفي الهمز أنحاء طرق كثيرة شتى، وعند نحاته علماء اللغة يضيء سناه كل ما اسود اليلا، لكن هذه الطرق لم تصح سندا فليس لنا فيها عمل. نحن درسنا وأخذنا ما صحت به الرواية لكي نقرأه، أما ما لم تصح به الرواية فلا نعمل به في علم القراءات، وإنما له شغله في علوم أخرى. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.